مركز حمدان لإحياء التراث مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي. فريق مركز حمدان لإحياء التراث بيلعب بالقمصان الحمراء، فيما طبعا فريق القيادة العامة لشرطة دبي بيلعب بالقمصان الفسفورية أو قمصان الصفراء. بدون شك فريق مركز حمدان لإحياء التراث بتشكيلته سلطان الرياشي، جاسم محمد، بدر عباس، سيف راشد الحجي، راشد الزيودي، معمر أوبيش، محمد الحبسي، وهناك عبد الله حمدان بن ملموك بتشكيلة الفريق أيضا، فيما طبعا فريق القيادة العامة. وهنا بدر أبرز نجوم فريق مركز حمدان لإحياء التراث عم ينجح نقطتين، برافو يا بدر. فريق القيادة العامة لشرطة دبي، أحمد سعيد، عمر حيدر، أحمد جمعة، راشد عبد الله، إبراهيم نصيب، عبد الله الهاشمي، غلوم خورشت، وأحمد سعيد. هي تشكيلته عموماً. عبد الله الهاشمي، عبد الله واحد من النجوم البارزين بهذا الفريق، فريق القيادة العامة لشرطة دبي. بسرعة عند راشد عبد الله، راشد يا سلام عليك يا راشد، برافو يا راشد. إذا راح يكون حوار جميل بين عبد الله الهاشمي وراشد، وأيضاً راح يكون بدر عباس، جاسم محمد، راشد زيودي، معمر، وأيضاً محمد الحبسي. هذا معمر بيحاول على السلة. التعادل عم بيكون حاضر، نقطتين مقابل نقطتين بهالمباراة. عبد الله الهاشمي بيحاول، يا سلام عليك يا عبد الله على المراوغة الحلوة. عبد الله عنده أكيد طريقة تصويب طريقة ممتازة، وهنا راشد صاحب النقطتين، راح تتسجل هالكرة. لا، ضاعت المتابعة مرة أولى، مرة ثانية. هارد لك يا عمر حيدر، يلا ما علي يا عمر حيدر، بتتعوض يا عمر، بتتعوض يا عمر حيدر. نقطتين اذا لكلا الفريقين. هنا بدر يا بدر، لعيب بدر عباس، لعيب مهم، وراح يسجل النقطه الرابعه. يبدو لا، ضيعها المتابعه. الشوط الاول اخر المباريات اليوم، اكيد فريق بلديه دبي إذن اليوم فريق بلدية دبي فاز على فريق النيابة العامة، نادي دبي المعاقين فاز على هيئة الطرق والمواصلات، فريق هيئة الصحة فاز على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واليوم هالمباراة. وهو مشاهد واحد من الأطفال اللي هيك بيتابعوا لهالبطولة، وإن شاء الله يكون نجم في المستقبل. إذن نقطتين مقابل نقطتين، راشد رح تسجل نقطة الرابعة، معمر على الدفاع، راشد عنده طريقة مميزة بالتصويب، لكن ضاعت هالكرة. فريق مركز حمدان لإحياء التراث على الهجوم، هذا هو بدر، هناك طبعا بدر ومعمر، وهناك طبعا جاسم محمد عبد الله، وأيضا لاعب رقم 11 اللي كان على المتابعة سيف راشد الحجي. إذا راح يكون رميتين حرتين للاعب بدر، راح يورجينا طبعا بدر مهارة التصويب على الرمية الحرة. 4-2 الشوط الأول من المباراة الأخيرة في اليوم الثاني للبطولة الرمضانية الأولى لكرة السلة بالكراسي المتحركة. البطولة طبعا تأتي تحت شعار معا نتكامل. برافو يا بدر، لكن ما نجح بالتسجيل على الرميات الحرة. بسرعة على عمر حيدر، عمر لعبد الله الهاشمي، عبد الله الهاشمي بينطلق بمتابعة من بدر، بدر عباس على الدفاع، عبد الله الهاشمي محاولة التمرير، لمين راحت اللعب؟ طبعا رقم 5 احمد سعيد، تمريره تحت السله. يا سلام على التعاون، يا سلام على التعاون، تعاون مهم عم يفرجينا اياه فريق القياده العامه لشرطه دبي بهالاوقات. وبدر نجم فريق مركز حمدان لاحياء التراث على المتابعه والتمرير للزملاء. ممكن توصل الكره لمعمر على فكره، لاعب رقم 13 او اللاعب رقم 9 على الهجوم. لمين راح تروح فيها يا بدر؟ بدر لا، بدر بياخذها لكن ما نجح فيها بالتسجيل. احمد سعيد جيش على المتابعة، هذا هو أحمد سعيد لعبد الله الهاشمي. يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله، ورجينا قدراتك يا عبد الله. عبد الله بيتخلص من الأول، عبد الله، بدر على الدفاع، بدر عباس على الدفاع لعمر حيدر لأحمد سعيد. تقدر تشوت يا أحمد سعيد، تقدر تاخذ هيك دوران ومع شوته يا أحمد. أحمد فرجينا دوران مع شوته، لكن هارد لك، ما علي يا أحمد، ما علي يا أحمد. إلى بدر، 4-2، هذا هو بدر. بدر عباس محاولة تحت السلة، بدر عباس بيوصل تحت السلة،
بدر مع الرجوع ضاعت هالكرة. هارد لك يا بدر. وصلت عند عبد الله هاشمي. شوط أول سريع بصراحة، شوط أول سريع، المباراة عم بتكون متكافئة. الفريق لغاية الآن ما دخلوا بأجواء اللي خلق، يعني هيك بتحس المباراة سريعة، بتنتقل الكرة بشكل سريع. بيطالب بالخطأ بدر عباس من حكم المباراة. يجب عليه أن يكون حذر بدر عباس، وإلا حصل طبعاً على خطأ فني، لكن طبعاً بيطالب بالخطأ، لكن حكام متميزين يا بدر، داروا جميع مباريات البطولة، ورح يكون طبعاً مع كامل مباريات البطولة، ونحن مشاهدين الكرام رح نكون معكم بأحداث هذه البطولة حتى 15 من يوليو الجاري. استوديو تحليلي طبعاً بقيادة الزميل أحمد عبيد، في هذا الاستوديو الاعداد الاستاذ رفعت محيري، وايضا الاخراج احمد امام، والمنتجه منتجه هذا الحدث المتميز دائما عائشه النعيمي. شكرا لفريق العمل، ان شاء الله راح نكون معكم مع كل المباريات حتى المباراه النهائيه وتحديد المركز الاول والثاني والثالث. ويا سلام عليك يا عمر، برافو عمر حيدر لاعب نادي الشباب. عمر حيدر بينجح بنقطه، لاعب فريق القياده العامه لشرطه دبي. 4-3 بسرعة على بدر. بدر يا بدر، بدر لعيب، بدر لعيب، بدر لعيب، بدر الكرة وين؟ تحت السلة. بدر تمريرة روعة 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 روعة، هالتمريرة وتعاون حلو عم بيفرجينا اياه فريق مركز حمدان لإحياء التراث. برافو لبدر وبرافو للاعب رقم 9 جاسم محمد عبد الله. الكل مترقب، الكل حاضر، وهنا السلة الحلوة اللي سجلها جاسم، تمريرة أحلى من بدر عباس. عبد الله الهاشمي، عبد الله يا عبد الله، عبد الله ممكن تقلص الفارق لنقطة واحدة من جديد. بدر على الدفاع، وصلت لراشد، راشد عنده نسبة تصويب ممتازة لأحمد سعيد. أحمد سعيد عم بينجح بنقطتين، أحمد سعيد عم بينجح بنقطتين، 6-5 بالفعل تقليص الفارق لنقطة. في وقت مستقطع بهالأوقات بينطلب، في وقت مستقطع عم بينطلب بهالاوقات. زميل رفعت البحيري لاعب مؤسسة فريق دبي للإعلام، واحد من نجوم هذا الفريق. إذا نهاية الوقت المستقطع 6-5 فريق مركز حمدان لإحياء التراث، إذا متقدم على فريق القيادة العامة لشرطة دبي. هذا عمر حيدر لاعب فريق شرطة دبي، صاحب التمريرة الأخيرة لأحمد سعيد اللي نجح فيها بتسجيل نقطتين. بدر، بدر يا بدر، بسرعة الكرة لفريق مركز حمدان لإحياء التراث. أكيد مع موجود محمد الحبسي ومعمر وراشد الزيودي وسيف راشد الحجي وبدر عباس سلطان صالح الرياشي، كلهم نجوم فريق مركز حمدان لإحياء التراث. وهنا بدر بيحاول، الدفاع موجود. بدر يا سلام عليك يا بدر، يا سلام عليك يا بدر عباس، برافو يا بدر. النقطة السادسة من أصل 8 لبدر عباس لفريق مركز حمدان لإحياء التراث اللي بيرفع الفارق لثلاث نقاط. دقيقة و40 ثانية على الشوط الأول. عبد الله الهاشمي، يلا يا عبد الله، ما شفناك اليوم على مستوى التسجيل. هذا عبد الله، شوف ممرر ممتاز، شوف كيف السرعه. عبد الله ممكن يرد علينا بهالاوقات ويسجل اول نقاطه. لا، تمريره حلوه لراشد، راشد سجل نقطتين هون، ممكن نقطه الرابعه. بدر بكل مكان على ارض الملعب. الكره وين؟ معمر بتركها، معمر بتركها، و الكره بتروح عند عبد الله الهاشمي اللي بيسترجعها. برافو لعبد الله الهاشمي،
بتخلص من لاعبين وبتخلص من الثالث. عبد الله هاشمي ممكن على السله، ممكن تمريره حلوه عند راشد راح يسجل، خلاص راح يسجل، راح يسجل بالفعل، راح يسجل. برافو لعبد الله هاشمي وبرافو لعمر حيدر وبرافو للاعب رقم 8 راشد عبد الله خلفان. برافو يا راشد عبد الله. الفرق نقطة، مباراة متكافئة بين الفريقين، 50 ثانية على الشوط الأول، آخر مباريات اليوم الثاني للبطولة الرمضانية الأولى لكرة السلة بالكراسي المتحركة. بدر مكان كثير بعيد، تمريرة ولا تصويبة؟ لا كانت والله تمريرة وضاعت. المتابعة وين؟ عند راشد. الكرة الطويلة وين؟ عند عبد الله بالهاشمي، عبد الله أو عبد الله الهاشمي. عبد الله راح يعادل، لا لا راح يعادل، راح يعطي التقدم ممكن. إذا ما سجل القيادة فريق القيادة العامة لشرطة دبي هالسلة راح ياخذوا التقدم لأول مرة. أوه ضاعت. المتابعة وين؟ آخر ما لمس الكرة أيضا عبد الله. هذا هو سيف هلال أمامنا، طبعا سيف هلال واحد من اللاعبين المتميزين بالبطولة، سيف هلال لاعب منتخب الإمارات. قلت مباريات اليوم فاز فيها فريق بلدية دبي، بلدية دبي على فريق النيابة العامة، نادي دبي المعاقين أيضا حقق انتصار كبير 30-3 على فريق هيئة الطرق والمواصلات، وفريق هيئة الصحة فاز على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. وهنا المباراة الأخيرة اللي بتقدم فيها بنقطة فريق مركز حمدان لإحياء التراث على فريق القيادة العامة لشرطة دبي. 4 ثواني أخيرة، 8-7 الفارق نقطة. هل راح ينجح فريق مركز حمدان لإحياء التراث التسجيل مع 4 ثواني أخيرة؟ ممكن يا بدر، ممكن يا بدر، بدر يا بدر، بدر يا بدر بالفعل عم بينجح برفع الفارق لثلاث نقاط، 10-7 10-7 وهيك طبعا بينتهي الشوط الأول مع هاللمسة الحلوة على الثانية الأخيرة من بدر. بدر عباس نجح طبعا بالتسجيل مع الثانية الأخيرة. استراحة قصيرة ورح نرجع للشوط الثاني بسرعة. إذا مشاهدي الكرام نرجع لأحداث الشوط الثاني، 10-7 مع السلة الأخيرة سجلها طبعا بدر عباس، وأعطى التقدم لفريق مركز حمدان لإحياء التراث على حساب فريق القيادة العامة لشرطة دبي. مباراة متكافئة إذا من شوطها الأول. بذكر أنه المباراة الأولى لفريق مركز حمدان لإحياء التراث حقق فيها الفوز على نادي دبي المعاقين 20-15، يعني إذا ما فاز اليوم راح يكون الفوز الثاني لفريق مركز حمدان، فيما طبعا فريق القيادة العامة لشرطة دبي خسر المباراة الأولى أمام فريق جمارك دبي 35-23. أعلى فريق سجل نقاط هو فريق مؤسسة دبي للإعلام، وصل للنقطة 36، لكن أعلى فارق في البطولة أكيد حققه فريق مؤسسة دبي أو فريق هيئة الصحة أو عفوا فريق نادي دبي للمعاقين على حساب هيئة الطرق والمواصلات 30-3 30-3، هذا أعلى فارق في البطولة، فارق 27 نقطة، لكن فريق مؤسسة دبي الإعلام وصل لحاجز 36 نقطة. أعلى نقاط تتسجل طبعا في البطولة في بعد طبعا يوم أول 4 مباريات، هو طبعا بقى في اليوم في المباراة الثامنة. هنا طبعا المباراة الثامنة للبطولة، بدر تمريرة راح تكون لمعمر يا بدر، لا بيتردد هيك بدر ثم بيسلمها لمعمر تحت السلة، معمر بيحاول ضاعت. بدر تركيز، نشوف بدر كيف بيركز، ولكن بيتعرض لضغط دفاعي، الضغط الدفاعي الحلو يفرجينا اياه فريق القيادة العامة لشرطة دبي وعن طريق لاعبهم احمد جمعة مسعود. برافو يا احمد، برافو يا احمد على الدفاع. وصلت لراشد، راشد شويت، شويت راشد لكن ضاعت. معمر على المتابعة من جديد، معمر هذا هو معمر، محاولة عند بدر نجم الفريق، بدر نجم الفريق بالفعل. برافو برافو يا بدر، برافو. والتحية بتيجي من سلطان صالح الرياشي وأيضا من اللاعب رقم 12 راشد الزيودي، لاعبين طبعا راح يكونوا طبعا مع الفريق بعد لحظات. هذا هو بدر صاحب السلة الأخيرة، هو صاحب آخر سلة في الشوط الأول، يعني آخر 4 نقاط الآن سجلهم بدر عباس. نحن هنا في نادي دبي للمعاقين مع هذه المبادرة الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. هالمبادرة طبعا لتفاعل مؤسسات حكومة دبي في النسخة الأولى لها مع 10 فرق تمثل مؤسسات حكومة دبي، هذا شيء طيب وطيب جدا. إن شاء الله النسخة الثانية في البطولة الرمضانية المقبلة راح يكون فيها تفاعل بشكل أكبر من مختلف مؤسسات حكومة دبي. طبعا تعريف والتفاعل مع نادي دبي للمعاقين والتعريف برياضات هذا النادي وأيضا بشكل عام وأيضا كرة السلة بشكل خاص، دمج أيضا
المؤسسات حكومة دبي مع نشاطات هذا النادي وأيضا الأسوياء مع أشخاص ذوي الإعاقة. نعرف أن كل فريق في لاعبين من أشخاص ذوي الإعاقة. هناك طبعا 3 لاعبين من الأسوياء. بدر بيحاول بدر تمرير لمين طالت هارد لك يا بدر ما عليك كان بيحاول وصلها لسيف راشد الحجي لكن طالت 12-9 الوقت يمضي سريعا. عمر حيدر لاعب نادي الشباب عمر حيدر ولاعب فريق شرطة دبي. هناك لاعبين من الأندية موجودين أيضا مع مؤسساتهم عم بيشاركوا. هناك خالد خليفة لاعب نادي الوصل كذلك مع فريق جمارك دبي. وهناك طبعا ما ننسى خليفة الشيبة كابتن نادي الوصل لاعب فريق هيئة الطرق والمواصلات. من جديد عبد الله الهاشمي تحت السلة برافي عبد الله لراشد. راشد خلفان شوف الستايل اللي عنده شوتينج حلو. راشد عنده شوتينج حلو بالفعل عم بينجح 12-11 راشد بيقلص الفارق الى نقطة. والله اذا ما مشيت مع راشد وعبد الله الهاشمي راح نشوف مباراة حلوة مع 5 دقائق و47 ثانية. يلا يا راشد ويلا يا عبد الله الهاشمي ورجينا مهاراتك يا بدر عباس يا معمر. وهنا الحجي تحت السلة تحت السلة ما بيسجل مرة أولى مرة ثانية تمريرة لبدر. بدر مباراة حلوة عم نشاهدها بين بدر عباس نجم فريق مركز حمدان لإحياء التراث اللي بيسجل بهالطريقة الحلوة مع الباك بورد. شوف الطريقة الشوتينج اللي عنده لبدر عباس وأيضا عبد الله هاشمي وراشد عبد الله خلفان من فريق شرطة دبي. هذا عبد الله الهاشمي كرة عند راشد شوفوا شويت راح يسجل إذا ما شات لكن تردد وصلها عند عمر حيدر. عمر ما سجل. المتابعة موجود أحمد سعيد وغلوم خورشد وموجود عبد الله الهاشمي وإبراهيم نصيب وأحمد جمعة وعمر حيدر كلهم طبعا تشكيلة وأحمد سعيد طبعا تشكيلة فريق القيادة العامة لشرطة دبي. راشد على ثلاث نقاط لكن ضاعت. عبد الله الهاشمي على المتابعة قد يكون تقليص الفارق حاضر لكن بدر بكل مكان. بذكر من جديد مشاهدينا الكرام انه فريق مركز حمدان لإحياء التراث حقق الفوز في المباراة الأولى 20-15 على نادي دبي المعاقين فيما طبعا فريق شرطة دبي تعرض للخسارة بفارق 12 نقطة من فريق جمارك دبي وبالتالي بيطمح كلا الفريقين للفوز أحدهم طبعا فريق مركز حمدان للفوز الثاني وأحدهم للانتصار الأول فريق شرطة دبي. الحبسي يلا يا حبسي تمريرة لبدر بدر عباس نجم كبير بدر عباس محاولة الدوران حلو 4 دقائق على النهاية نهاية المباراة الرابعة لليوم الثاني. تدخل في خطأ على معمر لصالح أحمد سعيد. هذا عمر حيدر أمامنا على الشاشة. هنا أمامنا أيضاً الحكم الدولي محمد صالح. شكراً لفريق العمل قيادة المخرج المتميز أحمد إمام. وهنا عبد الله الهاشمي 14-11 تحت السلة راشد يا سلام عليك يا راشد. أيضاً سيف هلال ابتسامة هيك وهو لنجم منتخب الإمارات لكرة السلة بكراسي المتحركة لكن هنا راشد خلفان عم بينجح بنقطتين. بدر بيحافظ على الكرة بطريقة حلوة. بدر عباس تمرير عند الحبسي. الحبسي بيحاول. محمد الحبسي لبدر. بدر فقد توازنه مع دفاع من عبد الله الهاشمي وصل للحبسي. الدفاع عم بيكون موجود من أحمد جمعة مسعود. برافو يا أحمد جمعة. 14-13 مباراة متكافئة أقوى المباريات اليوم الثاني. بصراحة أقوى مباريات اليوم الثاني اللي بتجمع بين مركز حمدان لإحياء التراث والقيادة العامة لشرطة دبي. مباريات متكافئة شاهدنا الفارق كبير في مباريات اليوم الثاني لكن هنا المباراة على نقطة مع 3 دقائق أو دقيقتين و50 ثانية على النهاية. بدر بتعرض للخطأ وراح يكون على الرميات الحرة. بدر عباس راح يكون على الرميات الحرة والخطأ على عبد الله هاشمي. أمامنا طبعا السيد أحمد حسن رئيس اللجنة الفنية للبطولة البطولة الرمضانية الأولى لكرة السلة بالكراسي المتحركة. راح يكون على الرميات الحرة إذا ما في رميات حرة بإشارة من الحكم سالم الزعابي. محمد الحبسي
وهنا طبعا سلة عم تتسجل و16 13. دائما مطالب فريق شرطة دبي مشاهدي الكرام بالتسجيل وتقليص الفارق لنقطة. دائما مطالب عبد الله الهاشمي وراشد خلفان بالتسجيل وتقليص الفارق لنقطة. خلينا نشاهد فارق لنقطة. لا ضاعت بدر نجم المباراة الأول بدر لمحمد الحبسي. كلهم نجوم طبعا أرض الملعب، نجوم الفريقين، كل لاعبين الفريقين هم نجوم بمشاركتهم بهالأداء اللي عم بيقدموه بدون شك. لكن هنا معمر بيحاول، دفاع رائع جدا لشرطة دبي بهالأوقات. وسط عند محمد الحبسي، محمد الحبسي لمين؟ محمد محمد مرور، تمرير لمعمر، أحمد سعيد بيحاول، وفي في نهوض هيك عن الكرسي لأحمد سعيد، بيحاول هيك يرفع أو معمر على معمر وليس على أحمد سعيد. يلا دقيقة و57 ثانية على النهاية. هل راح ينجح راشد؟ هل راح ينجح عبد الله الهاشمي تقليص الفارق لنقطة؟ الكرة لوين راح تروح فيها يا أحمد سعيد؟ أحمد سعيد لعبد الله الهاشمي، عبد الله الهاشمي بيحاول ممكن تقليص الفارق لنقطة. بالفعل الفارق بيروح لنقطة. يلا خلينا نحضر حالنا لدقيقة و40 ثانية، دقيقة و40 ثانية على نقطة المباراة، على نقطة. هل راح يروح، هل راح يربح فريق مركز حمدان لإحياء التراث هلا مباراة؟ والأكيد ممكن نشاهد قلب الأمور من فريق القيادة العامة لشرطة دبي. محمد الحبسي، محمد لمين؟ محمد وينك يا بدر؟ وينك يا بدر؟ بدر متعرض للرقابة من ثلاث لاعبين وبيحاول هيك يفرغ نفسه. بالفعل بيفرغ نفسه بدر لأنه عنده شوتينج ممكن يهني فيه المباراة. كرة وفيها خطأ، وفيها خطأ لصالح بدر، راح يكون على رميات، على رميات حرة. لكن الخطأ اللي عمله أحمد سعيد ذكي. ليه؟ لأنه قد ينجح برمية حرة من تنتين بدر، لكن كانت نسبته من تحت السلة نسبة 100% للتسجيل لبدر، لأنه لاعب تحت السلة ورجانا قدرات هائلة. سواء طبعا مباراة الأمس اللي فاز فيها فريقه طبعا 20-15 أو في مباراة اليوم حتى بصفته طبعا أحسن لاعبين على أرض الملعب. بدر يا بدر، بدر على الرميات الحرة. بدر عباس إذا ما سجل التنتين المباراة راح تنتهي. أوه روعة يا بدر، برافو يا بدر، رمية حرة أولى بنجاح. إذا ما سجل الرمية الحرة الثانية المباراة راح يكون هيك لمصلحة فريق حمدان أو مركز حمدان لإحياء التراث. أوه ممتازة ممتازة على المتابعة، على المتابعة. برافو يا حبسي، برافو يا حبسي. وبسرعة الفارق من نقطة لأربعة، من نقطة لأربعة، وكأنه طبعا بهالهجمة سجلوا ثلاث نقاط. ليه؟ لأنه المتابعة كانت موجودة. برافو لفريق مركز حمدان لإحياء التراث، بيرفع الفارق لأربعة. لكن عمر، عمر حيدر على ثلاث نقاط. الله عليك يا عمر، الله عليك يا عمر، ما عليه يا عمر. وين هالمحاولات كانت يا عمر حيدر مع بداية المباراة؟ كنا حابين نشوف يا عمر حيدر هالمحاولات مع بداية المباراة. إذا في وقت مستقطع يبدو، نعم في وقت مستقطع يبدو. لا هذا هو طبعا فريق المتقدم، فريق مركز حمدان لإحياء التراث. 43 ثانية على النهاية. إذا من جديد بنرجع اللحظات الأخيرة، نص دقيقة على النهاية. 19-15، بدر يا بدر، بدر بيتابع فريق مركز حمدان لإحياء التراث. إذا بيتابع الأداء الحلو، أداء راقي جدا، ويرفع الفارق لأربع نقاط وبيضمن الفوز بهالمباراة بعد ما حقق طبعا الفوز في المباراة السابقة أيضا على نادي دبي المعاقين نتيجة 20-15. الآن بتقدم 19-15 وكأنها نفس النتيجة
النتيجة المباراة الأولى 19-15 المباراة الآن و 20-15 المباراة الأولى، نفس تقريبا معدل التسجيل وحتى على مستوى الدفاع، يعني تلقت سلتو المباراة الأولى 15 نقطة الآن بتلقى 15 نقطة فريق مركز حمدان التراك، سجل المباراة الأولى 20 الآن بسجل 19، خمس ثواني أخيرة على النهاية الأمور انتهت. مبروك لفريق مركز حمدان لإحياء التراث، هذا الفوز هارد لك لفريق القيادة العامة لشرطة دبي. هيك مشاهدي الكرام بيكون انتهى مشوارنا معكم اليوم مع البطولة الرمضانية الأولى معنا تكامل لكرة السلة بالكراسي المتحركة، نلتقي إن شاء الله يوم الغد، شكرا لكم على المتابعة، هذه تحياتي أشرف سمارة وتحيات مخرج اللقاء أحمد إمام، إلى اللقاء. إذن أعزائي المشاهدين تنتهي المباراة الأخيرة بين مركز حمدان لإحياء التراث بفوز ب 19 مقابل 15 للقيادة العامة لشرطة دبي. أعزائي المشاهدين أكيد هذه النتائج مرة ثانية نعيدها لكم في مباريات اليوم الثاني لبطولة معا نتكامل، النيابة العامة 16 وبلدية دبي 22، هيئة الطرق والمواصلات 3، نادي دبي للمعاقين استطاع أن يفوز في هذه المباراة بعد ما خسر في المباراة الأولى ب 30-3، هيئة الصحة تفوز أيضا على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 16-10، والمباراة اللي شفناها على آخر شيء مركز حمدان لإحياء التراث يفوز ب 19 نقطة مقابل 15 للقيادة العامة لشرطة دبي. أعزائي المشاهدين باكر أيضا لدينا مباريات حافلة إن شاء الله في فريق المطحنة إن شاء الله مؤسسة دبي للإعلام بعد ما فاز في المباراة الأولى، أكيد باكر راح يلاقي النيابة العامة في الساعة 10 إن شاء الله، جمارك دبي راح يلتقون مع هيئة الطرق والمواصلات في الساعة 10:30، ومؤسسة دبي لخدمة الإسعاف مع بلدية دبي في الساعة 11، والساعة 11:30 إن شاء الله القيادة العامة لشرطة دبي مع نادي دبي للمعاقين. كل الأمنيات للفرق بالتوفيق. أعزائي المشاهدين أكيد نحن من خلال هذه البطولة أكيد ننوه أيضا للسادة المشاهدين اللي حاب يتابع هذه المباريات هي هنا في نادي دبي للمعاقين في القصيص، أكيد الكل حافظ المكان بين تقريبا مجالس أو بيوت الشباب والنادي الأهلي في النص قبل هايبر ماركت أو اللولو اللي حافظين هنا. باكر ان شاء الله عندنا مباريات مهمه اعزائي المشاهدين، راح نتابع رفعه البحيره اكيد راح يكون ان شاء الله باكر في فريق مؤسسه دبي للاعلام. رفعت باكر شو المطحنه شو ما ادري يسوي لي ان شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق اعزائي المشاهدين. نتابع مباراه بعد البرازيل والمانيا متقدمين باربع اهداف مقابل لا شيء. اعزائي المشاهدين دمتم بالف خير والى اللقاء.